الحمد لله ذي الأمطار الهطالة بالفيض الذي لا يحد، الكريم الذي يمنح ويعطي ويتفضل وينعم بغير عدد. لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، خصنا وشرفنا وكرمنا ببعثة عبده وصفيه محمد، فجعلنا به خير أمة أخرجت للناس من بين جميع الأجناس، فضلا منه وكرما وجودا منه سبحانه وتعالى أمدنا فيه بأوسع المدد. فنسأله أن يصلي ويسلم كما هو أهله في كل لمحة ونفس على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه أهل الصدق مع الحق تبارك وتعالى في السر والجهارة، وعلى من مضى على سبيلهم واقتفى آثاره، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله المقتبسين أنواره، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ظهور الحقائق والوقوف بين يدي الإله الخالق، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد مر بنا التأمل في سورة النصر التي أيد الله بها حبيبه البدر، وقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وذكرنا أن ذلك النصر على كفار قريش والفتح، فتح مكة المكرمة زادها الله شرفا وتكريما وتعظيما، وحماها وحرسها ودفع الآفات عنها وعن بلاد المسلمين. فما حل بحرمكم حل بكم. وكان لفتح مكة شان، ففتحت في العام الثامن، في العام الثامن من هجرته عليه الصلاة والسلام، وأقبل ومعه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم 10,000 في ركب سيدنا المصطفى، حتى مرت بهم الأيام يمضون من منطقة إلى منطقة والأخبار مقفلة على قريش لا يدرون بالخبر، إلى ليلة وصوله عليه الصلاة والسلام تحت مكة المكرمة. فوصل ونزل بمكان يقال له مر الظهران، وأمر كل واحد من الجند أن يشعل نارا، فاشتعلت الصحراء نيرانا. وفي تلك الليلة خرج جماعة منهم، بديل بن ورقة وأبو سفيان وصفوان، يترقبون الأخبار من القلق الذي فيهم ويتوقعون مجيء النبي بالجيش أي وقت، فأخذوا ينظرون إذا النيران الكبيرة، ما هي هذه؟ في نفس الوقت كان سيدنا العباس بن عبد المطلب هاجر، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو متوجه إلى مكة فرده معه، فجاء بعد أن أظهر إسلامه وخرج للهجرة، جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما نزلنا بمر الظهران
رأيت الجمع قلت ما يكون حال قريش إذا بغتها صلى الله عليه وسلم، وربما كان هناك سيلان دماء كثير فيحتاج أن نرسل الخبر لهم ليستأمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضعهم وحالهم. الفخر ركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في الصحراء كلهم مشتغل بنار، لأن النبي قال كل واحد يوقد نار، وكل واحد جالس عند النار وما يخليها تنضفي. وركب على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ومشى إلى العراق حيث القوم هناك، وهو يقول ربما أجد حطاب وإلا مسافر وإلا حد داخل إلى مكة جاي، أعطي رسله الخبر حتى يأتوا ويستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا به يسمع صوت أبي سفيان، وقد كان صديقه في من قبل، ويسمع صوت بديل بن ورقة، يقول ما هذه النيران؟ ما رأيتك الليلة؟ ما هذه النيران؟ ما هذه النيران؟ يقول إن قبيلة فلان فلان حمستهم الحرب. قال اسكت، يقول أبو سفيان هم أقل من ذلك، كأنها نيران عرفة، كأنه وقت الحج الناس مجتمعين في عرفة. وما والعباس وصل يسمعهم يقول هكذا، يقول ينادي أبا سفيان قال هذا العباس؟ قال نعم. قال ما الخبر؟ قال هذا رسول الله والجيش معه والركب لا قبل لكم به. قال ما الحل؟ ماذا نعمل؟ ما نصنع؟ قال تعال اركب معي على هذه البغلة وصلك إلى عنده تستأمن لقومك ولأهلك. قال هي. ورجعوا القوم بالخبر إلى مكة، وركب أبو سفيان مع العباس يمشي. قال كلما عدينا على نار واحد منهم شط، يقول هذه بغلة رسول الله، هذا عم رسول الله، يسكت. مرينا في الطريق على عمر، قلت من هذا؟ العباس والبغلة. من وراه؟ أبو سفيان. الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد، جيتنا في وقت قد خنت العهد، ولا عهد ولا عقد بيننا. قال سيدنا العباس فأسرعت بالدابة وأجريت إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خالد بو عمر بصل مباشرة. قلت له هذا أبو سفيان سيدكم، ولئن جاءك يا رسول الله وأنا قد أجرت، يقول سيدنا عمر أمكن الله منه، عدو الله أمكن الله منه من غير ميعاد ولا عهد ولا ميثاق، ما كني يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه. بس أنا قد أجرته يا رسول الله. فأخذ سيدنا عمر يحاول يأخذ من النبي رخصة أن يقتل أبا سفيان، قال هذا الذي قاد الجيوش عليك وحرك الحروب. وسيدنا عباس يرد يقول هذا يا عمر لما انه من بني عبد مناف، لو كان من بني عدي مثل ما تقول هذا. قال لا قال له والله لقد كان اسلامك يا عباس يوم تمتحب لي من اسلام الخطاب لو اسلم ابي، وما ذاك الا لان اسلامك اعلم انه احب الى رسول الله من اسلام الخطاب، فكان اسلامك احب لي من إسلام أبي الخطاب من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها إني أنا صاحب إيمان وولا صادق للنبي، ما تحملني الأنساب ولا النعرات ولا القبيلة ولا شيء على أن أحدث شيء في قراراتي، وتجد أن تبع هذا ها أحب ما يحب. قال خذ أبا سفيان معك واتي به في الغد. قلت له راحل عندك وخلوا يبيت معك وهو يتعجب والقوم والناس، ويقول له سيدنا العباس أسلم خير لك وادخل في دين الله ومتقد من النار. قال بالله لو كان في ديننا خير ما كنا هكذا ولا صرنا. يسمع وقت الفجر والبلال يأذن، الله أكبر،
عجل. والناس اجتمعوا من أجل الصلاة. ماذا يا عباسة؟ أمر في بشيء؟ لا، ما أحد أمر فيك بشيء، هذا وقت صلاتهم. ويجتمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وقد ينظر الصف وصفوف، وجاء ركز العنزة وأقام الصلاة وخرج صلى الله عليه وسلم وأما بهم ويشاهدهم. ما رأيت أحدا أطوع لأحد من هؤلاء لمحمد. وإن جاء به لعند المسلم اليوم الثاني قال: أما أنا لك أتشهد لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا محمد، لو كان في آلهتنا خير ما كنا في هذا الحال الذي، لو كان لا كان أغنت عنا شيء. أشهد لا إله إلا الله. قل: وتشهد أني رسول الله؟ لما أما هذه ففي النفس منها شيء. ما أحلمك وما أوصلك وما أكرمك. قل: سيدنا العباس خير لك، إنه رسول الله وتشهد. قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال سيدنا العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيء من ذلك. قال: قل له اذهب إلى قومه ويقول لهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قالوا: طيب، لكن اذهبوا إلى هناك عند خطم الجبل من مدخل القوم اللي يرى جند الله يمروا، ثم سرب إلى مكة يسبق الجيش ويخبر أهل مكة أنهم في أمان، ولا نقاتل إلا من قاتلنا. فلو المكان اللي عينه النبي حبسه، قال: اقعد هنا. جلس وياه، بدأت الكتائب تمر. من هذا؟ قل: مزينة. ما لي ولي مزينة. من هذا؟ بني سليم. ما لي ولي بني سليم. من هذا؟ وكل ساعة مر قوم وطائفة والناس كل أسمائهم يقول: ما لي ولي بني فلان. قل: إلا أقبل كتيبة المهاجرين والأنصار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لبسوا الدروع والمغافر ما يرى منهم إلا الحدق، عليهم هيبة وجلال. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ يقولون: هذا رسول الله في رهط من المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد قبل بهؤلاء. ولا مش يقف قدامهم، ما يمكن أحد يهزمهم، هذا اللي يخذلهم شاف شيء. لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: إنها النبوة. ملك ملك إيش ملك؟ ما هو ملك. قال: نعم، إذن هي نبوة. كان قد مر عليه سيدنا سعد بن عبادة ويقول له: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يذل الله قريشا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ناداه، قال: يا رسول الله، إن سعد يقول كذا. قال: لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة، اليوم يعز الله قريشا. قال سيدنا العباس اللي يلحق أمه يمشي قدم قدام الجيش، قدم تلأ، شاف الجيوش كلها وشاف الكتائب مرت، ورأى الهيبة الكبيرة على الكتيبة النبوية لما مرت به. فقال: ما لأحد قبل بهؤلاء. ما حد يكترم، وهو كذلك. فذهب إلى الجماعة: هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فما أغنيت عنه ماذا؟ والمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. سفيان ما يغني عنه دارك، كم يسع دارك، نروح نحتشد في دارك، كم بيض ندخل وكم بنخرج، إيش ما أغنيت عنه شيء؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من دخل دار أبي سفيان معك غير هذا؟ قال: ومن دخل المسجد فهو آمن. هذا أوسع. قالوا: من دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن. يقول لكم محمد خلاص، ما لا بيضرب أحد ولا بيكلم أحد ولا بيقتل أحد،
من يدخل داره، من يروح المسجد، من يجي دار أبو سفيان. هذا الفخر الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية إسلامه. فدخلوا الجيوش من الأماكن اللي حددها لهم صلى الله عليه وسلم، ما حصل قتال إلا جانب الخندمة، دخل في سيدنا خالد بن الوليد جماعة فابتدأه بعضهم بالقتال فقاتلوهم، فقتلنا 32 من المسلمين وقتلنا 13 و14 من المشركين، وانهزموا وراحوا، ومنهم الذي كان يمني زوجته يقول: هذا الفرس أعلف كل يوم فرق من الشعير، سأقتل عليه محمد وآتيك بخدم من أولادهم ونسائهم. حتى كان يوم الفتح قد يخرج وقابلهم عند الخندم وخالد وجاء هارب يشرد في البيت، قال: اقفلي الباب ادخلي، أين الخدم؟ أنت قلت تقدر تجيب لي خدم، قل اسكتي اسكتي، إيش اسكتي؟ وأنت لو رأيت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقتل يضربن كل ساعد وجمجمة، قدام فلا تسمعوا إلا غمغمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة، اسكتي اسكتي. الحال غير الحال والشان غير الشان، ولا أحد له قبل بهؤلاء، ودول يتخبي نفسه في البيت ويقفل الباب وغلق علينا الباب. ودخل صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة كما دخلها في حجة في 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 حجة الوداع، بعد ذلك دخل من أعلى مكة من ذلك المكان، مر على الحجون أين تنزق أضربوا لي خيمة أمام قبر خديجة، وهدأ الناس وتجمعوا في المسجد، خرج صلى الله عليه وسلم ودخل إلى طاف بالكعبة، ودخل إلى الكعبة وهدم الأصنام، كانت 360 صنم مثبتة بالحديد الرصاص، وكان صلى الله عليه وسلم على المحجن يشير إلى الصنم هكذا، جاء الحق وزاق بطل يسقط فنكسها لك الإيماء، يومي إليه تسقط دوب واحد بعد دار عليها كلها، فلا يشير إلى صنم إلا سقط انكب على رأسه وتكسر مر عليها كلها، ودخل الكعبة واكتظ المسجد بالقريش وأهل مكة، أمسك عضادتي الباب قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ نكسوا رؤوسهم فكدوا، يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ سكتوا ونكسرون. ثالث مرة تكلم بعضهم قالوا: خيرا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، وين كذاب ساحر مجنون كاهن روحت كلها مات، خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكأنما نشروا من قبور قامور، وأخذوا يموجون بينهم البين يتكلمون، يقول: ما طابت بهذا لنفس نبي، سببنا آذيناه طاردناه جناله إلى مكانه قاتلنا أصحابه كذبنا عليه، واليوم يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان يتردد إلى المسجد ويصلي فيه ويقصر ويقول للناس: أتموا فإن قوم سفر، وينظر أحوال الناس ويقبلوا بالإسلام عليه. أقبلوا عليه بالإسلام
فكانوا يجون العدد الكبير حتى اجتمع لبيعته مجموعة كبيرة من رجال النساء، فصعد الصفاء وأخذ يبايع الرجال ثم بايع النساء صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. الله، وقد كان يتخفى عند الصفا في البيت بعض الصحابة. وصار الآن بالنصر والتمكين من رب العالمين بقي صنم مرتفع فوق هناك معلق بالكعبة متروك، فأراد أن يخرجه، فأصل سيدنا علي قال تعال أصعد عليك حتى أخرج الصنم. جلس سيدنا علي ركب النبي صلى الله عليه وسلم فما قدر يتحرك، قال إنك لا تطيق النبوة، نزل قال أصعد أنت هنا تعال هنا. فصعد على كتفي النبي فقام صلى الله عليه وسلم تناول الله. قال فإني في تلك الساعة أرى أني لو أردت أن أتناول القمر لتناولته بيدي. قال زعزع الصنم ونكسه وخرجوا. كان الناس يسلمون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صار الآن مئة مئتين ثلاثمئة أربعمئة قبيلة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى أول ما رجع وصلوا من اليمن 700 دفعة واحدة وأسلموا. فأنزل الله الآيات إذا جاء نصر الله، وهذا النصر وإن كان في الظاهر ترتب وجود هؤلاء اللفيف والجيش المبارك الذي معه وترتيبهم، لكن الله ما سمى نصر مهاجرين ولا أنصار ولا مجاهدين، نصر الله. إذا جاء نصر الله كما قال وما النصر إلا، هذه أسباب يقيمها فقط، وهو الباعث للبواعث في القلوب والمحرك، والنصر من عنده ينصر من يشاء. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح عليك مكة أقام فيها صلى الله عليه وسلم أيام، واختار عتاب بن أسيد فولاه وهو دون العشرين من العمر، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وكانت تلك الغزوة، وخرج معه كثير من الطلقة هؤلاء من حديث العهد بالإسلام. وعجب بعض الصحابة من الكثرة 12,000، فقال إنا لن نغلب اليوم من قلة، فكان من أول من فر عندما استقبلتهم الحجارة. إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم، المسألة لا بكثرة ولا بقلة، لكن حيث كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والفوج العدد الكثير، وقد تكون القبيلة بأسرها والعدد الكثير، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حينئذ قل فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. الله، مسلك التسبيح والتحميد والاستغفار ملازم للأنبياء والمرسلين من أول البعثات وفي وسط الأعمار وعند النهايات. فسبح بحمد ربك. وقديما قال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك
وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحق لسيدنا موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شذوذ به أزري واشتوق في أمري كي نسبحك كثيرا. كي نسبحك كثيرا. ما تقوم خدمة للإسلام من دون التسبيح، من دون ولع القلب بالحي القيوم، من دون انطواء في عظمة الذات، في عظمة الألوهية والربوبية. ها، سبح كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا جاء نصر الله والفتح في النهاية ورأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. وفي الآية إشارة لأنه قال: قرب أجلك ودنا وقت لقائك إيانا، فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره. فلو كان شيء أشرف من هذه الأعمال لجعلها المامور بها عند الخاتمة، لكن هذه أعظم الأعمال وأشرف الأعمال. فكل من استهان بالتسبيح والتحميد والتقديس والاستغفار فإنه لم يدرك حقيقة في الإيمان، ولم يدرك حقيقة في حقائق النصرة للحق ورسوله قط. ها، حتى يجعلوا بعضهم شعر بعد ذلك: إنما ننتصر بالأذكار هذه ولا بالمساجد إلا بالقوة بالسلاح وبالسلاح. وقالوا قدام مساكين ما انتصروا. وربما كان في الاستخفاف بذكر الله تعالى سبب هلاك الإنسان. قال الله تعالى في نزول النصر في بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قدام الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهكذا، فسبح بحمد ربك واستغفره. وقد تعددت الروايات، من عدد من الصحابة فهموا من الآية قرب أجل النبي، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح بحمد ربك. وقد تعدد الأمر بالتسبيح في القرآن: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل، وأمر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولنقص التسبيح في البيوت بسبب هذه البرامج التي حلت محل القرآن ومحل التسبيح، كثر البلاء على الناس هنا وهناك هنا. ومن أعظم ما يدفع الله به البلاء كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الديار وفي المنازل، في الشوارع، في الطرق، في المساجد. وقديما كان يقول أرباب المعرفة: إن ارتفاع الأصوات بالدعوات في أماكن العبادات تحل ما عقدته الأفلاك الدائرات. فبارتفاع الأذان والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الديار والمنازل يدفع الله البلايا. قال الله في سيدنا يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومه. ما قال لو أنه كان من المخططين، ولو كان من المرتبين، وكان من المنظمين، أنه كان من المستعدين، ولو كان من المسلحين. لولا أنه كان من المسبحين ما أفاده ونفعه إلا التسبيح. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومه، ويبقى في بطن الحوت إلى يوم القيامة. معناه الحوت هذا ما بيموت، هو في بطنه كريم على الحي القيوم، ما يموت يبقى. ها، ولبث في بطن المبعثون، ما ينهدم، ما تأكل أرض ولا بطن حوت. ما يمكن تأكل أجساد الأنبياء، لا أرض ولا بطن حوت، ما محله يبقى إلى يوم القيامة. بيرعى الله الحوت من أجله. لما ضم في بطنه هذا النبي، يقول بيبقى الحوت، خلي الأحوات تموت تروح تجي، هذا لا حوت يأكله ولا موت يناله، لأنه وسط بطنه نبي. للبث في بطنه إلى يوم
يبعثون. انظر تشرف هذا الحوت بدخول هذا البطن وأثر محبة الله لمحبوبه. بل قال النبي في الجذع: لو لم أفعل به هكذا. التزمه، خرج من المنبر التزمه، ضم الجذع إليه التزمه، فسكن سكن سكن سكت. لو لم أفعل به هكذا، في لفظ لو لم ألتزمه لبقي حين إلى يوم القيامة. طيب الجذوع ما تبقى ليوم القيامة، في جذع باقي عندك الأيام تروح، هذا جذع يبقى. ليش يبقى؟ فيه المحبة زايدة، الجذوع كلها تحب لكن هذا محبة زايدة. وكما يقول الشيخ البيانوني عليه رحمة الله: جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. وهو الشيخ عليه رحمة الله هذا قائل الأبيات: قبر في المدينة المنورة في البقيع، كلما جاء يحفر القبر بيحفروا حصلوك معه. جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبلي. أرجو حطوا عليه علم من القبور، عليه علم لا أحد ينبش، هذا صاحبها ما يموت ما يقوله الأرض، صاحب جسده كما هو. جسد تمكن حب أحمد، قال لبقي حن إلى يوم القيامة. إيش الحياة هذه في هذا الجذع؟ نالها بالمحبة. و يقول بعض رواة الحديث: فجعلت أنظر يميني وشمالي فما أرى واحدا من الصحابة إلا ورأسه بين رجليه مكبا يبكون. المسجد كله يبكو في هذا المنظر، والنبي سكت الجذع ويتكلم به، حتى يكلمه ويحط أذنه عليه، يكلمه ويحط أذنه عليه. ثم رجع وقال لهم: إني خيرته بين أن يعود نخلة في الدنيا أو يكون في الجنة، فاختار الجنة. مشان في الدنيا كم بيجلس هناك، بيجلس طويل، وبعدين هناك بيشوفه دايم، ما هو حن على فراقه، هناك بيشوفه دايم وبيلقى دايم. فشوف اختيار الجذع، ايش من جذع هذا مبارك ما شاء الله. الله اكبر. كان سيدنا الحسن البصري اذا ذكر الحديث يقول: أيها الناس، خشبة تحن إلى رسول الله، ألسنا أولى بالحنين إليه؟ يبكي، خشبة تشتاقه، ما تطيق فراقه، تحن إليه، ونحن نطيق الفراق. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الصحابة كانوا يرجع حدهم من البيت، كان بينه وبين النبي ساعة ساعتين ثلاث ساعات، يقلق يخرج من البيت ويشوف النبي، ما في يوم يومين، ده في نفس اليوم يجلس بين أهله وأولاده، ما عاد يقدر حتى يأكل يشرب، ما ولا يخرج يدور فين النبي حتى يقع نظره عليه يسكن. يقول له بعض الصحابة: إني أذكرك وأنا بين أهلي ووالدي، فإذا ذكرتك صرت كالمجنون يا رسول الله، إذا ذكرتك صرت كالمجنون صلى الله عليه وسلم. يقول له سيدنا من ثوبان: إني لأذكرك وأنا بين أهلي وولدي، فلا أصبر حتى آتي وأنظر إلى وجهك. في نزلت الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد هذه الآية يكثر صلاته، يقول: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم بحمدك، ربي اغفر لي. وكان يقولها في الركوع ويقولها في السجود، يقولها وهو يمشي، يقولها لما يجلس ولما يقوم ولما يتحرك. حتى سألوا بعضهم، قال: رسول الله أكثرت من هذا الذكر؟ قال: إن ربي أمر نبي إذا رأيت علامة في أمتي أن أكثر منه، وقد رأيت العلامة. وتلا إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
واستغفره إنه كان توابا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان تواب كثير التوبة. سبح بحمد ربك، نزه وقدس الحق، هذا معنى التسبيح. بحمد ربك أي حال حمدك مع كونك حامدا له، فإنك لم تصل إلى تسبيحه إلا بفضله وكرمه، وهو المتفضل عليك بذلك، فكن حامدا له، سبح بحمد ربك كما قال الملائكة ونحن نسبحه بحمدك ونقدس لك. فسبح بحمد ربك الذي رباك ورقاك وأعطاك هذه العطايا كلها، فسبح بحمد ربك واستغفره، اطلب منه الغفران، استغفره إنه كان توابا كثير التوب. يتوب دائما، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء، وفي رمضان يتوب على كثير من خلقه، يتوب على كثير من خلقه. ها، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، الله لا يجعل في ديارنا أحد إلا تاب عليه، ولا في جوارنا أحد إلا تاب عليه، لا في بلداننا أحد إلا تاب عليه. تب علينا وعليهم يا تواب لنتوب، تب علينا وعليهم يا تواب لنتوب، تب علينا وعليهم يا تواب لنتوب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا انظر إلينا. لم أزل بالباب واقف، وارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف، فادم ربي عقوفي. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. بحسن الظن يلازم فهو خلي في وانيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، وارح سري وقلبي من لظاها وشواضي. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري وجداري. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسامي.
واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. آمنا بك وبما جاء عنك وبوحيك وكتابك الذي أنزلته على رسولك وبرسولك المصطفى محمد وبما جاء به عنك، فحققنا بحقائق الإيمان وارفعنا فيه إلى أعلى مكان، وثبتنا أكمل الثبات في السر والإعلان، ونور لنا به الجنان، وارفعنا في مراتب الإحسان، واجعلنا عندك من أهل العرفان يا كريم يا منان، وفر حظنا من هذه العطايا في رمضان، انضمنا في سلك المحفوفين بعنايتك الكبرى في كل آن، وأصلح لنا في الدارين كل شأن، وعاملنا بمحض الفضل منك يا كريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن، وأصلح شؤون هذه الأمة واكشف الغمة، وعامل بمحض الجود والرحمة، حققنا بحقائق التوبة، واغفر لنا ما مضى وما هو آت، وكلنا في الدنيا ويوم الميقات، وبلغنا الأعلى المراتب الرفيعات، واكفينا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرات، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.